دباير نانا دباير نانا دباير نانا. صباح النور والريحة تحفونا. اني للا يوم صغار جيتك اليوم باش نعلمك ونقولك على دبارة كيفاش نحي الفلفلة ما تبش وشنو تعمل باش تبش ما يفلفلش. باهي باش نبدالك نصيحة، الوقاية خير من العلاج. وباش الحوايج ما يربيوش الفلفولة، أول حاجة لازمك تعملها هي كي تحط طلية صابونك في ماكينة الغسيل، ماذا بيك تقلب تبش على قفية على خاطر دورة الماكينة تركز على تبش من برا أكثر من داخل، وماذا بيك أن تغسل صابونك بالصابون السائل خير وأحسن. وخلي ماكينتك تدور في عقلها باش الحوايج ما يحكوش برشا في بعضهم. وأهم حاجة يا مجدية هي لازمك تفرز تبش كل نوع وحده. وهاو باش نقول هي لك ونموت على ديني، صحيح غسيل ديني تعب وياخ وقت، اما راهو ديما يقعد خير من غسيل الماكينه. وعلى قليله الدبش العزيز والغالي هون عليه واغسله بيديك الحناء. اما بالنسبه اللي يحصل له تعملت فيه الفلفوله، عندك الحل الاولاني كيف تستعمل خلاص جويد تبدا تبشط به البلايص الفلفله، والحل الثاني بموس الحجامه متاع الرجال كي تعديه على الفلفوله بالسياسه وتترى كيفاش تنحى بسهوله. فهمتني يا مكدوده؟ دباير نانا دباير نانا دباير نانا.